بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى درس في أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. ضيف اللقاء وفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم النذر عن الميت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. النذر هو التزام المسلم المكلف، التزام عبادة لا تجب عليه بأصل الشرع، والنذر دخول فيه مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وفي رواية: فلا تنذروا. أما إذا نذر الإنسان نذر طاعة وجب عليه الوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فإذا نذر مسلم صياما ومات قبل أن يقوم به فإن وليه يصوم عنه، لما يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وفي رواية: صوم نذر صام عنه وليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. أخرجه. نعم، هذا الحديث يدل على أن من نذر صوما ثم مات قبل أن ينفذه فإنه يصوم عنه وليه. فهذا الحديث فيه أن امرأة نذرت أن تصوم أياما ثم ماتت قبل أن توفي بنذرها، فجاءت ابنتها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن والدها نذر أن يصوم ولم يتمكن، قال صلى الله عليه وسلم: صومي عن أمك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين، يعني دين للناس، أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء. هذا فيه استعمال القياس، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس في هذا الحديث، فهذا دليل من أدلة القياس الذي هو الأصل الثالث من أصول الأدلة في الإسلام عند الفقهاء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. نعم، هذا الحديث عام: من مات وعليه صيام، سواء كان واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر، فإنه يصوم عنه وليه، ويجزئ ذلك عن الميت، لأن الصيام تدخله النيابة. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. نعم، هذا دليل على أن من مات وعليه صوم نذر أنه يصوم عنه وليه،
وفيه دليل على أن من مات ولم يحج حجة الإسلام فإنه يحج عنه وليه، وكذلك من مات وعليه أيام من رمضان لم يصمها فإنه يصوم عنه وليه. كل هذا مستفاد من هذا الحديث الشريف. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم النذر يا شيخ صالح؟ سبق أن قلنا الدخول فيه مكروه، ولكن إذا نذره وهو نذر طاعة وجب عليه الوفاء به. نعم. الله عز وجل مدح الموفين بالنذر فضيلة الشيخ صالح. نعم، هذا الوفاء بالنذر بعد انعقاده، أما قبل أن ينعقد فإن الإنسان لا يدخل فيه، فيلزم نفسه بشيء لم يوجبه الله عليه. إن أحب الخير دخل فيه من غير نذر، وإلا فهو على سعة. نعم. أخيرا في هذا الدرس نسأل يا شيخ، الذين ينذرون ويعجزون عن الوفاء بالنذر، هل يسقط هذا النذر؟ إذا لم يقدروا ولم يكن هناك من يوفي بدلا عنهم ويقوم به، فإن أمرهم إلى الله عز وجل. إن كان لهم عذر في عدم أدائه الله غفور رحيم، وإن كان ليس لهم عذر فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. شكر الله لكم وفضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا الدرس الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وسجل هذه الدروس معي زميل مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر. والسلام عليكم.